في حلقة النهاردة بنتكلم عن نظام الصيام المتقطع. معانا دلوقتي خبيرة التغذية أمنية فوزي عشان تكلمنا عن الصيام المتقطع بشكل علمي شوية. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا هنا، عاملة ايه؟ الحمد لله. في البداية عايزينك تعرفينا ايه هو نظام الصيام المتقطع. تمام، بصي، الصيام المتقطع هو اسلوب حياة مش نظام دايت. انا اقدر ان انا اتبعه او اعمله مع اي نظام دايت انا بعمله. فكرة الصيام المتقطع هو ان احنا عندنا اليوم 24 ساعة، بنقسم اليوم ل 8 ساعات بناكل فيهم و 16 ساعة بنصوم فيهم. شهر في الفترة الأخيرة جدا وكل الناس بقت بتنصح ليه، فايه هو فوائد الصيام المتقطع؟ تمام، قبل ما اكلمك على فوائد الصيام المتقطع خليني اقولك على هرمونين مهمين جدا في الجسم، هرمون الانسولين وهرمون النمو او الجراث هرمون. هرمون الانسولين بيعمل ايه في الجسم؟ اول حاجه احنا ربنا خلقنا ان اي حاجه بناكلها بتتكسر جوه جسمنا لجلوكوز اللي هو سكر الدم. هرمون الانسولين هو الهرمون المسؤول عن ضبط سكر الدم، وفي نفس الوقت هو الهرمون اللي بيوزع ومسؤول عن توزيع الدهون في الجسم. فلما انا باجي اكل اي حاجه بتتكسر جوه جسمي لسكر الدم. المفروض ربنا خلقنا ان سكر الدم ليه معدل طبيعي، المفروض ان هو يبقى عليه ولا يزيد ولا يقل. لما سكر الدم بيبدا يزيد عن المعدل الطبيعي بتاعه، بيبدا المخ يدي اشارات للبنكرياس ان هو يفرز هرمون الانسولين. هرمون الانسولين بيروح يعمل ايه؟ بيروح ياخد السكر ده يدينا منه الطاقه بتاعتنا، ويوزع الجزء على مخزون العضلات وجزء على مخزون الكبد في هيئه جلايكوجين. المخزون العضلات ومخزون الكبد ليه ليميت معين. طب لما انا ازود عن الليميت ده ايه اللي يعني السكر الزياده عن الليميت ده ايه اللي بيحصل له؟ بيروح يوديه للخلايا على هيئه دهون. فبالتالي بنفضل ان احنا كده بنخزن دهون اللي بتظهر بقى في صوره كرش، في صوره سمنه موضوعيه او كده. طيب ليه دايما احنا بنخاف من وجود هرمون الانسولين في الدم لمده اطول؟ لان هرمون الانسولين وجوده في الدم لمده اطول معناه ان هو خلاص هو اداني الطاقه ووزع المخزون. طول ما هو موجود معنى كده ان سكر الدم عالي، ان هو الزياده عن حاجته بيروح يديها للخلايا كدهون. فبالتالي انا حولت جسمي لآلة لتخزين الدهون، او حطيت جسمي في هي بيقولوا عليها الفات ستورج زون. انا خليت نفسي عماله بس اخزن في دهون، ما بعملش حاجه غير كده. ده بالنسبه لهرمون الانسولين. فاحنا دايما بنحاول نحافظ على هرمون الانسولين ان هو يبقى افرازه قليل في الجسم، ما يبقاش في الجسم لمده طويله، ما ناكلش حاجات بتستفز سكر الدم عشان ما يعلاش فنفرز هرمون الانسولين. تاني هرمون مهم بالنسبه لي هو هرمون الجراث هرمون او هرمون النمو. الجراث هرمون او هرمون النمو ايه فايدته؟ اولا هو الهرمون اللي بيحافظ على الكتله العضليه، بيحسن الحرق عندي، بيقوي المناعه، وبيحافظ على الخليه ان هي تفضل محتفظه بشبابها لمده اطول. فبالتالي انا الهرمون ده كمان مفيد عندي جدا، وده اللي كنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت لما قلنا لما بننام الهرمون ده بيفرز كويس قوي من الساعه 11 ل 2 لما بنظبط نومنا. فبالتالي انا الهرمونين دول مهمين قوي. انا مهمه قوي ان انا احاول ان انا بقدر الامكان ما استفزش هرمون الانسولين، وان انا احسن من هرمون النمو عندي. طيب الصيام المتقطع بقى بيعمل ايه؟ من اهم فوائد النظام الصيام المتقطع هو ان هو بيقلل افراز هرمون الانسولين في الدم، وفي نفس الوقت هو بيحسن وبيزود من افراز هرمون الجراث هرمون او بيحسن من الجراث هرمون. فانا كده عملت ايه؟ انا قللت من الهرمون اللي بيخزن الدهون، وبالعكس ده انا حسنت من الهرمون اللي بيساعد على الحرق. دلوقتي يا دكتور في ناس كتير ممكن تخاف ان 16 ساعة صيام ده ممكن يقلل الحرق، فرأيك ايه في الموضوع ده؟ بصي بالعكس تماما، خلينا نفهم اكتر هو الصيام المتقطع بيعمل ايه في الجسم. احنا لما بناكل اخر وجبه، من بعد اخر وجبه بنعد 8 ساعات. ال 8 ساعات دول الجسم معتمد فيها في الطاقه اللي بياخدها على الاكل اللي اكله. بعد ال 8 ساعات دول الجسم بيعتمد الاربع ساعات اللي بعد كده على المخزون اللي موجود في الجلايكوجين، زي ما قلنا في الكبد، الجلايكوجين اللي موجود في الكبد ومخزون العضلات. بعد ما بيخلص الاربع ساعات التانيين عشان نكمل ال 16 ساعه، الجسم بيجبر نفسه ان هو يروح للخلايا الدهنيه ويروح يحرق الدهون من الخلايا. فبالتالي انا عملت اجبرت الجسم ان هو يحرق الدهون بكفاءه عاليه جدا في اخر اربع ساعات اللي احنا بنتكلم فيهم بعد ال 12 ساعه، لان هو مش لاقي مصدر تاني للطاقه ياخده غير ان هو يروح يحرق من الخلايا الدهنيه بتاعته. فبالتالي بالعكس خالص، الصيام المتقطع بيحسن الحرق وبيخلي الحرق في اخر اربع ساعات دول في اعلى كفاءه ليه، وبيروح يحرق دايركت من الدهون.
كمان مش بس كده، عايزه اقول لك ان ليه فوائد كتيره جدا. الصيام المتقطع بيساعد في علاج بعض الامراض زي السكر، مقاومه الانسولين، بيحسن من اداء الشرايين ومن اداء القلب، بيقوي المناعه. فهو الصيام المتقطع فيه مميزات كتيره جدا. طب دلوقتي يا دكتور كنا عايزين نتكلم بتفاصيل اكتر عن ايه اللي نعمله في وقت الصيام ووقت الفطار. طيب تمام، خليني الاول اكلمك في ال 16 ساعه صيام. ال 16 ساعه اللي بنصوم فيهم دول المفروض ان احنا مش هناكل فيهم اي حاجه، هنشرب مشروبات اللي هي بنقول عليها صفر سعر حراري زي القهوه الساده، الجنزبيل، القرفه، اليانسون، الكلام ده كله من غير لبن، مش عايزين لبن خالص ولا حتى لبن خالي الدسم، لان في لاكتوز هيستفز هرمون الانسولين. وزي ما احنا قلنا ان الصيام المتقطع من احد فوائده ان هو بيحافظ على ان هو ما بيستفزش هرمون الانسولين، وبيحافظ على انه يظبط سكر الدم في خلال كمان ال 16 ساعه صيام. وفي نفس الوقت مش عايزين سكر خالص، السكر الابيض ده تماما لا. الناس اللي هتسال بقى على موضوع سكر الدايت، السكر الدايت احنا ممكن ناخده في كميه محدوده جدا جدا، لان كل ما هنزود برده السكر الدايت هو بيستفز كتير منه، برده هيستفز هرمون الانسولين، وانا مش عايزه استفز هرمون الانسولين خالص. فبالتالي الافضل ان احنا نمنع كمان سكر الدايت علشان ما يبقاش فيه 1% ممكن ان احنا بوظنا 16 ساعه صيام. خليني بقى اكلمك على الثمان ساعات اللي بناكل فيهم، ناكل ايه؟ الثمان ساعات دول مهمين جدا جدا، لان انا لو ما اهتمتش بنوعيه الاكل اللي انا باكلها في الثمان ساعات دول، واكلت حاجات تستفز هرمون الانسولين زي ايه؟ اكتر حاجه تستفز هرمون الانسولين الدقيق الابيض، العيش الفينو، السكريات، الحاجات دي كلها، لو انا قعدت اكل منها كتير واكل في كيكات واستفز هرمون الانسولين واخليه في الدم لمده اطول، فبالتالي انا هبقى حاسه بالجوع، مش هحس بالشبع، وحتى لما اشبع هجوع بعد فترات قريبه جدا من بعض، فمش هبقى مرتاحة في 16 ساعة اللي أنا بصومهم. زائد ان انا كمان ده هيضرني بعد كده ان انا بخزن في جسمي دهون اكتر من اللي عندي، وانا عايزه اساعد ان انا احرق الدهون اكتر. فالثمان ساعات دول محتاجين نركز فيهم على الدهون المفيده، لان هي اقل حاجه، ان هي اكتر حاجه ما بتستفزش هرمون الانسولين. الدهون المفيده اللي قلنا ان هي من زيت الزيتون، من الافوكادو، من زبده الفول السوداني، من المكسرات، لكن بكميات محدده، ما نفتحش فيها. اكيد لازم يبقوا مركزين في الكالوريز. بالظبط طبعا، ونركز برضو على البروتين، ونحاول ان احنا ناكل نشويات، ما ناكلش النشويات السريعه الهضم، ناكل النشويات اللي هي صعبه الهضم، اللي هي زي ايه؟ زي مثلا الشوفان، الفريك، البليله، البطاطا، الرز البني، الحاجات دي كلها اللي تاخد وقت في الهضم وما تستفزش او تبو او تعلي سكر الدم، تحافظ على معدل سكر الدم وتحسسني بالشبع اكتر، وبرضو نراعي كميه النشويات وناخد بالنا منها. الصيام المتقطع ميزته ان هو انت عندك اليوم 24 ساعه، فانت بتقسميهم براحتك على حسب يومك ماشي ازاي والروتين بتاع يومك ازاي. يعني انا مثلا واحده عندي ظروف بضطر اسهر بالليل، فخلاص هاخد الثمان ساعات اللي انا هاكل فيهم بالليل وهبدا احسب من بعدهم ساعات الصيام. ولكن لو قلنا مثلا احنا ممكن نفضل ايه احسن ويندو نفضله، فهو احسن ويندو هو ان احنا نصوم نبدا اكل الساعه 11 ونبدا صيام الساعه 7، يعني نبدا الاكل 11 ونوقف الساعه 7، بحيث نكون استفدنا من كل حاجه، ان احنا كمان ما اكلناش بالليل، يعني حطينا كذا استفاده جنب بعض. وخليني اقول لك ان الصيام المتقطع هو ليه كذا صوره وكذا شكل، يعني ممكن الناس تزود عدد صيام عن كده، في ناس بتصوم 20 ساعه، في ناس بتاكل وجبه واحده في اليوم، ولكن ابسط صوره ليه هي اللي نقدر كمان نستمر عليها وننفذها هي ال 16 ساعه. طب انت قبل التصوير قلتي لي ان في اخطاء كتير الناس بتقع فيها في الصيام المتقطع، ممكن تعرفيها للمشاهدين؟ بصي، الفكره في الصيام المتقطع ان الناس بتقول خلاص انا هاكل 8 ساعات، فبالتالي مش هاكل نفس عدد الكالوريز او السعرات الحراريه اللي انا كنت باكلها في يوم واحد، فانا كده كده بقطع الكالوريز او بقطع الكالوريز بتاعتي شويه فاكل براحتي. الفكره كلها لو انت عايز الصيام المتقطع لانقاص الوزن، فلازم تبقى عندك وعي كامل انت بتاكل ايه، عشان زي ما قلنا ما نستفزش هرمون الانسولين، وانت بتاكل كالوريز ايه في اليوم. ما هو انا ممكن في الاخر اكل وجبات اقل، ولكن اكل كميات واكل غلط، اكل بيتزا، اكل برجر، اكل حاجات كده تزود كالوريز كتيره قوي، تخليني اعدي الكالوريز المسموحه ليا في اليوم، فبالتالي الاقي نفسي ان انا عديت الكالوريز دي. طب ايه اللي هيحصل في الحاله دي؟ اللي هيحصل في الحاله دي يا اما انا هثبت، يا اما هيزيد وزني، ولكن مش بنفس المعدل اللي لو انا ما اتبعتش نظام الصيام المتقطع عليه.
لكن لو أنا عايزة فعلا أستفيد من إنقاص الوزن فلازم أبقى برضو بحسب سعراتي الحرارية وبعرف أنا باكل إيه علشان أقدر أخد الاستفادة الكبيرة من نظام الصيام المتقطع من ساعات الصيام اللي بصومها وبرضو في الفطار ما بوظش الدنيا. طب دكتور أمية، عايزين في نهاية اللقاء كده زي تب الناس اللي عايزه تبدا الصيام المتقطع. بصي، اللي عايز يبدا الصيام المتقطع مش لازم ان هو يضغط على نفسه جامد. الاول يحاول ان هو يعمله 12 ساعه، يبدا الاول 12 ساعه شويه، اول ما يتعود يخليهم 14، لما يتعود شويه كمان يعلى بيهم ل 16 عشان يقدر بعد كده يعمله هو مرتاح نفسيا ومش حاسس بان هو ضاغط على نفسه وتعب نفسه في كده. ونحاول ان احنا زي ما قلت ناخد بالنا قوي ان احنا ما ناكلش نشويات سريعه الهضم، نهتم بالنشويات المعقده، ما ناكلش الحاجات اللي تستفز هرمون الانسولين وتعليه قوي وتعلي سكر الدم وتخلي الانسولين موجود، فبنحط نفسنا ان احنا اله لتخزين الدهون. بالعكس، الصيام المتقطع بيساعدني ان انا احط جسمي اخليه اله لحرق الدهون مش لتخزينها، فبحط جسمي في الفات بيرنينج زون، فاحافظ على الفات بيرنينج زون دي. خلي بالنا ان احنا الصيام المتقطع هنحس بالتاثير بتاعه من بعد 16 ساعه، لان احنا بنبدا نتحط في الفات بيرنينج زون في الاربع ساعات اللي هم اللي في الاخر خالص، هي دي اللي الجسم بيحرق دهون بكفاءه. دكتور أمنية، نورتينا النهارده، بشكرك. ميرسي يا هنا، انا اللي كنت سعيده جدا ان انا معاكي النهارده.